السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه جديده وحصريه على القناه لمواليد برج السرطان. حبايب قلبي صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. انزلوا في الكومنتات يلا يا برج السرطان وقولوا لي يونس سيدنا يونس لما كان في بطن الحوت ايه الدعاء اللي قاله لربنا، ربنا خرجه ونجاه من بطن الحوت. انزلوا واكتبوه بنيه قضاء حاجتكم وان شاء الله باذن الله ربنا يكبر بخاطركم. جبر يتعجب له اهل السماوات والارض. طيب النهارده التاريخ ايه؟ النهارده 12 يناير. التاريخ علشان مصداقيه قناتك، مالكش دعوه بالتاريخ، طاقتك مفتوحه وعامه والقراءه تنطبق على الجنسين. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. باين عليك تبشرات، باين عليك ان انت هيكون عندك انفراجات حلوه. وطبعا ما تنساش لو بتعاني من سحر ولا قرين ولا تبيع ولا وسواس ولا اي مشكله، اكتب تم هبعت لك بس اللينك وتدخل على القناه وخد العلاج. الفترة دي عايزاك تهدي أعصابك شوية ومش عايزالك تردد ولا إحباط. طريق سفر، طريق طيارة، عربية. بص لو انت ناوي تشتري عربية أو ناوي إن انت تسافر، في طريق سفر عندك انت ماشي فيه، بس محتاج تمسك على إيدك شوية ومحتاج تهدى شوية وتاخد قرارات في الوقت الصح. عندك خيانة من شخص عامل حبيب، من شخص عامل مقرب لقلبك، من شخص عامل إن هو بيحبك. والشخص ده مش بيحبك زي ما انت فاكر، الشخص ده كذاب ومنافق وبيلعب على الطرفين، فخلي لي بالك منه واحذر لي منه وكون حريص جدا على كل افعالك، كون حريص جدا على الكلام اللي طالع من حياتك. لو عندك صداقة في اعجاب بينك وما بين حد ممكن يتحول لحب الفترة اللي جاية. شايفة لك هدية من التمن التقيل هتتقدم لك الفترة اللي جاية، او انت ناوي تقدم هدية لحد الله اعلم، بس في هدية هتتقدم لك الفترة اللي جاية. انت مشكلتك اليومين دول طاقة التفكير، طاقة التفكير في الماديات، طاقة التفكير في بعض الامور عندك اللي زادت فجأة، فانت بتفكر في حاجات كتيرة جدا طال انتظارها. الفترة اللي جاية هيكون في راحة لقلبك، هيبقى في لقاء انت ناوي تحط النقط على الحروف، وده اللي بالفعل هتعمله الفترة اللي جاية، لان انت في امور غامضة مش عارف تفهمها لحد دلوقت، ما بقتش عارف اذا كان دي خيانة ولا ده طعن ولا عارف ده ايه، بس انت في امور معاكسة معاك، رغم ان انت ناوي تحط النقط على الحروف، رغم ان انت ناوي تطلع نفسك من اللي انت فيه، بس خلي بالك من كلام بيحصل حواليك، من طعن بيدور ورا ظهرك، الله اعلم، في امور معاكسه حياتك، فلو انت خليت بالك من نفسك هتحصل على كل اللي انت عايزه او هتعرف كل اللي انت عايزه. نصيحتي بقى ليك، مش عايزاك تاخد كل حاجة على أعصابك، مش عايزاك تكون حساس زيادة عن اللزوم، عايزاك توازن الأمور وما توقفش أبدا مع أي حد، اقف مع نفسك كده ووازن نفسك. عندك استلام وثيقة، امضى جواز، عندك امضى هتمضيها والامضى دي هتكون بالخير. كان في حد عايز منك حاجة وانت رفضت، علشان الحد اللي كان عايز منك حاجة ده انت خفت منه، او ضربات قلبك اشتغلت وقلت الشخص ده طول ما ضربات قلب اشتغلت او حسيت بقلق انا مستحيل اكمل الموضوع ده. عندك ست من العيلة والست دي مقربة ليك او في حياتك، خلي لي بالك منها علشان الست دي عينها قوية عليك وواضحة زي الشمس، الست دي قمحوية، الست دي طلع لها علامة في وشها، ممكن العلامة دي تكون بقها كبير، مناخيرها كبيرة، عندها مشكلة بتعاني منها أو وجع في عينيها الله أعلم، فخلي بالك منها وكون حريص كويس جدا على كل أفعالك. وأي حد يدعي محبتك زيادة عن اللزوم أعرف إن هو طريقه مش طريقك، وخلي لي بالك من نفسك علشان خاطر أنت دايما معرض للقال والكنة، النميمة اللي عليك دي هي اللي مخلياك واقع في كل المشاكل اللي أنت فيها. قدامك 3 خطوات او 4 خطوات بالظبط، وهتسمع خبر حلو طال انتظاره بخصوص فلوس. هيكون عندك انتصار مع حد وجعك او حد سابك، ولو في بلوك هيتفك، لو حصلت مشكلة هتتفك، في امور عندك هتتظبط الفترة اللي جاية، علشان انت ناوي ان انت تحسن من نفسك، انت ناوي ان انت تشتغل على نفسك، ناوي ان انت تبص لنفسك بشكل مختلف، فبالفعل طول ما انت ناوي وعايز امورك هتتظبط باذن الله وهتتحسن. ليه هتتحسن؟ علشان انت هنا عندك ربنا هيرضيك وهيجازيك خير عن هم في حياتك او عن مشكلة سلبية في حياتك. مش كده وبس، كمان ده انت هنا مستعد تعمل حاجات كتيرة جدا، والحاجات اللي انت مستعد تعملها دي هتكون في طريق الخير. انت ما بتمشيش غير في الخير بس، ما بتمشيش في حاجة تخص الشر، وعشان كده التقدم والخير اللي هيكون مالي حياتك ده هيخليك يعني
هيخليك تشتغل على نفسك اكتر، هيخليك تبص لحياتك اكتر بشكل مختلف. ولو في حد بيعاملك بطريقة انت مش مستلطفها، انصحك ان انت ما تتكلمش معاه، والمعاملة بالمثل، زي ما هتعاملني هعاملك، مفيش حد احسن من حد، لازم تحط كده في بالك، وعايزاك تخلي لي بالك من نفسك وتكون حريص من كل افعالك. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. عندك هنا برج السرطان، برج الحمل، برج الكوز، برج الاسد، عندك الابراج دي موجودين في حياتك وبيحاولوا يأذوا فيك، خلي بالك من نفسك، بيحاولوا يتكلموا عليك. بس لو انت بتتكلم، لو انتوا بتتكلموا كتير عن حياتكم، انصحكم ان انتوا ما تتكلموش وتداروا. لو انتوا بتتكلموا عن حاجات كتيره في حياتكم، ما تتكلموش، اكتموا شويه عشان حاجتكم اللي انتوا عايزينها تكمل. عندكم هنا طاقه تفكير، طاقه تفكير رهيبه، بتخليك تراجع امورك اكتر من مره، بتخليك تبص لنفسك بشكل مختلف، بتخليك هنا يعني في امور مراجعات، رغم ان عندك طاقة حب كبيرة وسعادة، ورغم ان انت الشخص المناسب ان انت تاخد القرارات الصح، بس عندك تعب، تعب وحيرة. في سعادة هنا هتجيلك من ورا النجاح، من ورا ان انت هتعرف ازاي تاخد حقك من اللي ظالمينك، وهتعرف تاخد حقك من كل الاشخاص اللي ظلموك. ليه هتاخد حقك؟ علشان هتكون متألق وهتكون واثق من خطواتك، وهتوصل للهدف اللي انت طال انتظاره في حياتك. اقدر ابشرك ببشر كتيرة جدا خير الفترة اللي جاية، وهيبقى في دعوة حلوة، في ايام حلوة، في اخبار حلوة هتحصدها بإذن الله، علشان انت اتظلمت اكتر من مرة وخاب ظنك في اشخاص كتيرة جدا حواليك. فالفترة اللي جاية انت لازم تثبت وجودك. في هنا طاقات مراقبة، عيون عليك كتير على السوشيال ميديا الفترة دي، انت ناوي تقطع علاقاتك مع بعض الاشخاص اللي في حياتك، اللي عمال تتنازل لهم، عمال تضحي علشان خاطرهم. الفترة دي فترة مناسبة جدا للسفر، فترة مناسبة جدا ان انت تاخد راحة وتخفف من عليك الضغط اللي انت شايله لوحدك والحمل التقيل، وخلي بالك من الصداع المستمر والتنميلة اللي بتجيلك في جسمك من غير اي سبب، لدرجة ان انت حيران ومش عارف التنميلة دي بتجيلك منين. فرغم في الوقت اللي انت فيه برضو شايفالك حنين، اشتياق، لهفة، مشتاق لحد بعيد عنك، حد مسجون، حد مخنوق، حد مريض، الله اعلم، بس انت مشتاق لحد، مشتاق، في لهفة، في حب، الله اعلم، في كلام كتير في بالك عايز تقوله، بس مستني الوقت المناسب علشان مش عايز تتسرع ولا تكون متسرع في قراراتك ولا تكون متسرع في اي حاجة تخص حياتك. فالفترة اللي جاية فيها فترة مميزة لحياتك، هتكون فترة حلوة جدا مليئة بالدعم، وهتاخد شهادة حلوة. في شخص عندك اناني من الابراج الترابية، شخص اناني بيفكر في نفسه، شخص بيحب يستغل كل الاشخاص اللي حواليه وهو استغلك انت اول حد، وانت من ورا الاستغلال ده عرفت انه مفيش اي حد يستاهل ان انت تضحي عشانه، ان انت تضحي كرمال تسعد اللي حواليك. فياريت تهديلي اعصابك وتخلي بالك، وما تفضلش طول عمرك تضحي، طول عمرك تيجي على نفسك علشان خاطر اللي هو علشان تكبرهم، مهما تكبرهم او مهما تعليهم، محدش هيفتكر لك الخير اللي انت بتعمله، محدش هيفتكر لك اي حاجة انت في حياتك هتعملها، لا بالعكس هيجوا عليك وهيظلموك وهيتكلموا عليك، فخلي بالك من نفسك. حاسس بالكركبة، حاسس بالفراغ اللي حواليك، حاسس ان انت محتاج حاجة عاطفية، محتاج شريك يكون مناسب لحياتك، محتاج ان انت ما تحسش من وقت للتاني بالفراغ، ما تحسش بوقت للتاني بالتشتت، انت من كتر الخيانات اللي حصلت لك من الشركاء او من كتر الخزلان اللي حصلك عايز تقفل على نفسك ببان، بقيت حابب العزلة جدا، حابب البعد عن كل الاشخاص، وهم برضو مش سايبينك في حالك، بيراقبوك جدا الفترة دي، وعشان كده انت بتحس بخيال معدي حواليك، بتحس بحد بيكلمك وانت مش فاهم فيه. بس خلي بالك انت هتجهز نفسك ان انت تاخد حقك من الاقارب الاول، وبعد كده هترجع تقف على ارض صلبة، والشعور من وقت للتاني اللي بتحس بيه ان انت عايز تبقى لوحدك، عايز تبقى مش عايز، ملكش رغبة او ليك نفس لاي حاجة، دي فترة وهتعدي، والعزلة دي هتعدي منها، وهتدخل في اعجاب جديد في حياتك، هتبقى فيها امور حلوة. بس لو انت عندك طاقة تردد، انا مش عايز اشوف لك طاقة التردد دي، انا عايزة طاقتك تكون ايجابية وتكون حلوة، ما تكونش ابدا منفعل، ما تكونش ابدا متسرع، ما تكونش ابدا متهور في اي حاجة تخص حياتك. انت
الانفراجات قريبة منك جدا، والتحقيقات برضو قريبة منك جدا، بس الهم اللي انت شايله الكبير هو اللي مخليك حاسس بالوحدة، مخليك حاسس بالتشتت، مخليك حاسس ان انت عايش في كوكب لوحدك. انت الفترة دي عصبي جدا، خصوصا اول ما بتصحى من النوم، خصوصا بتصحى كده من النوم مخنوق ملكش نفس لأي حد، والكسل والخمول مخليك ما بتقومش من على السرير بسرعة، ما بتقومش من على السرير بسهولة، مخليك حيران، مخليك مخنوق، مخليك مش عليك نفس لأي حاجة في حياتك. في كمان هنا انت كنت بتحب شخص والشخص ده كنت بتحبه جدا، الشخص ده ظلمك وانت اتصدمت فيه حاليا، او في حد من عندك من الاطفال من الموجودين في حياتك الشخص ده اتظلم، وانت زعلان ان هو اتظلم علشان هو ما كانش يستاهل الظلم ده، ما كانش يستاهل ان يتحط في الخانة اللي هو موجود فيها حاليا. فالايام اللي جاية هتكون فرج وهتكون خير باذن الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. عندك هنا قلق، عندك هنا ارهاق، عندك نسيان، عندك فلوس متبخره، الم في الركبه، الم في المفاصل، صداع مستمر، بتحس بالاعراض دي؟ ولو بتحس بالاعراض دي اتاكد تماما ان انت عليك عين قويه جدا صايباك، وممكن يكون في سحر بدا يتجدد لك، فخلي لي بالك من نفسك وكون حريص. والخنقه اللي بتجي لك في جسمك كده من وقت للتاني دي سببه الحسد الشديد اللي عليك والمشاكل اللي انت محطوط فيها بسبب الضغط. ناوي تشتري ملابس الفترة اللي جاية دي، ناوي تشتري حاجات في حياتك، ناوي تغير من نفسك وبالفعل هتغير. عندك هنا خبر، والخبر ده كبير جدا هيجي لك وهيفاجئك بمفاجأة حلوة جدا، واقدر اقولك ان انت حيران في موضوعين، حيران في قرارين، حيران في شخصين، الله اعلم في حد متقدم لكم وانتوا حيرانين فيه، او انتوا عايزين تتقدموا لحد ومش عارفين، الله اعلم، بس انتوا عندكم حيرة الايام دي بطريقة رهيبة جدا. وفي كمان من وقت للتاني هنا بتحسوا بالضيق، بتحسوا بالخنقة، بتجيلكم دوخة من غير اي سبب، نغزة في القلب، ضربات قلب سريعة، مش عارفين ترسوا على اي قرار ولا على اي حل بسبب الضغط اللي عندكم. البعض منكم ممكن يكون بيعاني من توتر، من حيرة، من انقلابات في حياته، فالفترة اللي جاية الامور هتتحسن. عايزاكم تتجنبوا بعض الاقارب اللي موجودين في حياتكم، لانهم هم بيحسدوكم وبالكم مشغول بيهم بطريقة رهيبة من كتر اللي انتوا فيه. من وقت للتاني بتحسوا بالضيق، بتحسوا بالخنقة، رغم الضغوط اللي عليكم، رغم ان الايام اللي انتوا عايشينها هيكون عندكم يوم حلو، وهيكون في خبر خلال الايام اللي جاية هيفرحكم، ومش كده وبس، كمان ده هيخليكم تحسوا قد ايه بالسعادة اللي هتنور على حياتكم. انتوا صبرتوا كتير واستحملتوا كتير لدرجة ان انتوا اتظلمتوا، وشفتوا من ناس كتيرة جدا كنتوا بتقدموا لهم الخير، وهم الناس دي ما تمرش فيهم. ليه ما تمرش فيهم؟ علشان هم اصلهم كده، مهما تروح ومهما تيجي هم الناس مش لطاف معاك، فبالتالي عمرهم ما هيتغيروا، عمرهم ما هيبصوا للخير اللي في حياتهم علشان خاطر هم عينيهم رشقه او موجوده في حياتكم. في موضوع شاغل بالك والموضوع ده محيرك جدا، رغم ان انت بتقول يا هل ترى انا خدت القرار الصح. القرار الصح ان انت لازم تهدى وتهدي اعصابك وترجع تفكر تاني في القرار، ودي نصيحتي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. بص هنا عندك خبر حمل، عندك امور تخص الحمل الفترة اللي جاية، في امور عندك تخص الحمل، فهيبقى في كلام، هيبقى في او انتوا عمالين تزوروا الدكتور علشان تسمعوا خبر الحمل. ان شاء الله باذن الله هيكون في طاقه انجاب الفتره اللي جايه. بس انت من وقت للتاني بتحس بالملل والخمول والكسل، بتحس ان انت مخنوق من غير اي سبب. شايفه لك كمان اعترافات من حد، في حد هيعترف لكم بمشاعره، في حد هيدخلكم في مشروع تجاري، موضوع شغل جديد، تجارة، صفقة، الله أعلم، في حاجات عندك هتدخل فيها المرة الأيام اللي جاية. وزي ما قلت لكم الحيرة اللي انتوا حيرانينها دي هتبقى فيها أمور حلوة أو تغيرات بإذن الله، وهيبقى في كمان حياة أفضل من اللي انتوا فيها. مالك؟ في إيه؟ حالتك النفسية متأثرة اليومين دول ليه؟ عندك حيرة، عندك خوف، عندك توتر، بتحاول تحسن وضعك بس انت عندك طاقة خوف، طاقة تردد، بعض التوتر عندك في حياتك. ليه؟ في تراجع، اتعرضت لأكتر من مرة لظلم، اتعرضت لأكتر من مرة لخيبة أمل في أشخاص حبيتهم وقدمت لهم الخير كتير. في هنا
اعتذار، حد هيعتذر لك او حد هيتكلم معاك، حد يقول لك انا اسف، سامحني، ظلمني، الله اعلم، بس في حد هيبقى فيه اعتذار بينك وما بينه. قدامك طريق والطريق ده مفتوح قدامك، هتدخل فيه وهيجي لك من وراه مفاجآت، هيجي لك من وراه اخبار ساره، هيجي لك من وراه دعم حلو طال انتظار. ابشرك بالخير ان في اخبار هتوصل لك الايام اللي جايه هتكون من نصيبك باذن الله. عليك عين قويه، العين دي صايباك بالحسد الشديد، العين دي عامله لك مشاكل سلبيه، حواليك تعبين، بس خلي بالك ان انت هنا منتظر او ناوي على ايه؟ في حاجات انت ناوي عليها الفتره دي او عايز تعملها بالفعل، انت عندك بعض التحقيق، في كمان سلطه او بشره او مكالمه انت مستنيها، انت منتظر، عندك كميه انتظار رهيبه، بقالك مده عمال تعافر تجاهد، جاي على نفسك، جاي على حياتك علشان توصل للهدف اللي انت فيه. وبالفعل خلال الايام اللي جايه هتبدا من جديد تغير امورك، هتبدا من جديد ترتب حياتك بشكل مختلف غير ما الناس متعوده عليه. بدات تبص لمصلحتك شويه، بدات تبص لنفسك شويه، طول عمرك بتضحي، طول عمرك بتدي، طول عمرك جاي علشان بتيجي علشان نفسك علشان ترضي الاخرين، فحان وقت ان انت تفرح، حان وقت ان انت تغير من حياتك. الفترة اللي جاية دي انصحك ان انت تخليلي بالك من صحتك كويس جدا، انصحك ان انت تبص لنفسك بشكل مختلف، انصحك ان انت تدي نفسك حبة اهتمام، وياريت تعتذر لنفسك وتطبطب على نفسك، حب نفسك علشان الامور اللي عندك تبقى فيها انطلاقات حلوه. لو حصل مواجهه عندك خلال الايام اللي جايه مع الشريك او مع حد في حياتك، عايزاك تحذر من التسرع، مش عايزاك تاخد قرار سريع، عايزاك تهدي اعصابك في كل القرارات اللي انت ممكن تاخدها عشان ما تاخدنيش قرار في لحظه غضب، في لحظه تعب، في لحظه انت تكون متضايق وتندم على القرار اللي انت ممكن تاخده. فعندك انفراجات بخصوص الماديات، كلام بخصوص عمل الفتره اللي جايه، او هيبقى في امور انت عندك وقف حال رهيب الايام دي بسبب ان انت يعني حاسس انه في وقف حال شديد عندك. بالفعل انت عندك وقف حال، وده عين قويه صايباك بالحسد الشديد، بتحاول ان انت تأقلم من نفسك، بتحاول ان انت تبص لحياتك بشكل مختلف. فاقدر اطمنك وبشرك ان انت هتكتشف شويه اعداء حواليك، هتكتشف شويه امور القناع بتاعهم هيقع من على وشهم الفتره اللي جايه، وهتاخد حقك تالت هتاخد حقك تالت ومتلت من اشخاص كتيره جدا موجودين عندك، من اشخاص كتيره جدا بيحاولوا يؤذوك او يتكلموا عليك او يسببوا لك ضغط نفسي بينك وما بين حد. فهديلي اعصابك خالص عشان الفتره اللي جايه هتكون فتره راحه لحياتك، هتكون فتره امور هترجع تظبطها باذن الله مع تغيرات جذريه انت اللي هتبداها، محدش هيساعدك في حاجه، انت اللي هتساعد نفسك بنفسك، وانت اللي هتشتغل على نفسك بنفسك، محدش هيقدم لك خطوه، انت قدمت الناس كتير ومحدش وقف معاك، فحان وقت ان انت بقى تشتغل وتعافر وتجاهد وتوصل لكل الاهداف بتاعتك بنفسك، برضو بنفسك، ما تخليش حد يساعدك في حاجه وما تخليش حد يقف معاك في حاجه. واخيرا هتلاقي الشخص المناسب، اخيرا هتلاقي الشخص اللي انت تستاهل ان هو يكون فعلا في حياتك، انت بس عشت فتره من الغدر، عشت فتره من الطعن، عشت فتره من الخيانات، عشت فتره كنت فيها مرهق جدا لدرجه ان انت قدمت الخير كتير ما لقيتش غير الشر في حياتك، ما لقيتش غير الظلم، عشت فترات كنت فيها لوحدك ما لقيتش اي حد جنبك. عندك هنا تطورات حلوه، والتطورات الحلوه دي هتكون اذا كانت حب او علاقه رجوع الله اعلم، بس هتعيش تطورات حلوه تخص العاطفه، انت جوه قلبك كلام كتير عايز تعبر عنه، جوه قلبك حب، جوه قلبك اشتياق، لهفه، مواضيع كتير عايز تفتحها مع الشخص المناسب، وعشان كده هتكون في علاقه حلوه، والعلاقه دي هتحسن من الوضع بتاعك، وهتحسن من اخبارك باذن الله اللي جايه. في هنا يعني انت متضايق من بعض تصرفات الشريك، مخنوق من اهماله ليك، بينك وما بينه النفور، بتحاول ان انت تضمه ليك، بس في مشاكل بينكم وما بين بعض، انت في وضع مناسب جدا ان انت ترجع وضعك للاحسن، في وضع مناسب جدا ان انت ترجع نفسك للحياه اللي انت عايزها، ترقيه في عمل باذن الله، والبشر هتكون ساره او هتكون بدايات كتيره جدا حلوه ان انت تحصل على كل اللي انت محتاجه. استعد جدا الفتره اللي جايه عشان هتكون فتره حلوه، فتره مليئه بالمفاجآت باذن الله.
الله، علشان انت دايما بتقدم الخير، رغم ان انت بتقدم الخير مش لاقي غير الشر غير من المقربين. في طريق، في طريقك حد هيخبط على بابك بإذن الله الفترة اللي جاية، أو في ضيوف، في زيارة أنت ناوي تسافر، أو في حد ناوي يجي لك الفترة اللي جاية، ففي كلام أو في مواضيع هتتفتح بإذن الله، وهيبقى في كلام حلو هيخليك تفرح قوي ويهدي أعصابك شوية، علشان خاطر أنت يعني بتحاول أن تهدي أعصابك. في راجل كبير في السن عندك، الراجل ده ما بيحكمش بالعدالة، الراجل ده أنت حاسس أنه هو منافق، حاسس أنه هو انت مش فاهمه هو عايز ايه. واكتر حاجه خلي بالك انتوا بتشكوا منها، القولون عندكم عصبي جدا ومخليكم مصدعين، وانتوا اتظلمتوا اكتر من مره، علشان كده حاسين بالتوهه اللي بتجي لكم، تايهين كده مش عارفين في ايه ولا ايه اللي بيحصل، وعلشان كده بتحاولوا تعبروا عن مشاعركم، بتحاولوا تخلوا يعني تطلعوا نفسكم من اي حاجه سلبيه في حياتكم. فالفتره اللي جايه هتكون فتره حب ليك، وتخلي لي بالك من العراقيل اللي موجودة في حياتك، تخلي لي بالك من الطاقات السلبية اللي أي واحدة ممكن ست توزعها عليك الفترة دي. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، إن شاء الله بإذن الله يكون خير. عندك هنا كلام أو حيرة، الأيام اللي جاية هيكون عندك إثبات وجود، وهتكتشف حقائق كتير هتفرحك. عارف ايه اللي بيوقعك في المشاكل دي كلها اللي انت فيها؟ قلبك الطيب. قلبك الطيب ان انت عمال تدي، عمال تتكبر من الناس على حساب نفسك، عمال تعلم الناس على برضو حساب نفسك. طب هتفضل لحد امتى كده؟ انا قلت لك اكتر من مرة، وازن علاقاتك، وازن امورك، اعمل حدود بينك وما بين اشخاص. لازم تكون عارف انت عايز ايه، وتحط هدفك قدامك. انت احلى ما فيك ان انت طموحاتك عالية جدا، فالايام دي شغال اكتر من شغلانة، بتعافر في كذا طريق، شغال على كذا حاجة في حياتك علشان تصلح، اذا كانت علاقاتك مع الشريك، او تصلح علاقاتك مع نفسك، تصلح المواضيع اللي انت عمال تتراجع فيها الفترة دي. دي من اكتر الفترات اللي انت الحسد عمال يزيد عليك، هتقول انا مش، انا ما حلتيش حاجة تحسد عليها، انا مش عارف ايه ممكن اتحسد عليه. الحسد ده عيون ناس، ممكن تكون انت عندك بس حاجة معينة حلوة هم يحسدوك عليها. فانت خلي لي بالك من بعض التراجع والسخونية اللي بتجي لك في جسمك، او النغزة، او اي مشاكل عندك. يا ريت تخلي بالك، ولو حسيت بأي مشكلة عالج نفسك فورا، ما تستناش لحد ما التعب يزيد عليك أكتر. الفترة اللي جاية في فلوس جاية لك حلوة، ممكن تسدي بينها بعض الديون، ممكن تعمل منها بعض الأمور، الله أعلم أنت ناوي على إيه. بس أنت دماغك فيها تفكير رهيب، بتفكر بطريقة كبيرة وطريقة مختلفة، لدرجة أن أنت مخنوق ومتضايق، والأيام دي حرفيا بتصحى من النوم كسلان، حاسس بإرهاق، حاسس بتعب، مش عايز تقوم، حاسس كده بخمول غير الأول. في الأول كنت نشيط جدا، بس من ساعة الست ما دخلت بيتك أو العيون زادت عليك، بدأت الحسد الشديد ياخد مجراه في حياتك، علشان كده أنت بتعاني من أعراض كتيرة جدا، أو بدأت تحسب وتوازن علاقاتك بس بعد ما خلاص حسيت أن أنت فاض بيك وما عادش عندك طاقة تستحمل أي حد تاني. خلي لي بالك من نفسك، أنت هنا عندك موضوعين أو ثلاثة أو أربع مواضيع محيرينك او مضايقينك، الفترة اللي جاية هتلاقي لهم حلول حلو، او هتعمل كذا حاجة مختلفة بإذن الله. صلي لي بقى على الحبيب، وركز لي كويس جدا على هدفك، وما تخليش اي حد يشغل بالك، حتى لو كانت بكلمة ما كانوش قصدينها. ولو حصل معاك مواجهة مع عيلة، انت الايام دي هيبقى فيه كلام على ورث، كلام على حاجات معينة تخص العيلة بتاعتك. وخلي لي بالك من أي طرف تالت ممكن يتدخل في علاقاتك أو يتدخل في حياتك، مهما يكون الطرف اللي عامل حبيب ليك أو عامل صديق أو عامل زي ما يكون. ولو بتعاني من سحر بقى، ولا قرين ولا تبيعة ولا وسواس ولا أي مشكلة عندك بتعاني منها، اكتب تم، هبعت لك لينك قناتنا اللي عليها العلاج بإذن الله. أتمنى لك الخير والسعادة والهنا والرزق والتفاؤل.